معانا تليفون، معانا عبر الهاتف دكتور عصام غازي، استشاري الامراض الصدريه. دكتور اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. هو السجاير الالكترونيه خطر ولا مش خطر يا فندم؟ انا هاخد بس اخر جمله سالتك قلتيها قبل المداخله، اللي هي بديل عن السجاير. دي اللي بتروج له شركات السجاير الالكترونيه، يقول لك سيب التدخين ودخل السجاره الالكترونيه لانها مش تدخين. طبعا هي تدخين وليها مضار زيها زي السجاير التقليديه، بس كل الحكايه ان هي مكتشفه حديثه، اكتشفها صيدلي صيني سنه 2004 وخدت ترخيص 2007 وانتشرت في كل انحاء العالم. يعني احنا بنتكلم على مخترع جديد ما بقالوش 12 13 سنه، والرغم من كده ابتدت تظهر له اضرار زي ما سيادتك نوهتي في المقدمه. الحالات اللي هي في امريكا ما يقرب من 200 حاله خطيره، يعني يا واول دكتور حاله اختارها توفاه. زي اختار السجاير؟ يعني انا فهمت من حضرتك انه الاختراع لسه جديد، فالسايد افكتس او اضرارها بتبان دلوقتي بعد عدد من السنين، ولكن هنا اختار السيجاره الالكترونيه اللي الناس بتعتبرها او بتبطل بيها السجاير النيكوتين العاديه، شبه او زي اختار النيكوتين السجاير الطبيعيه؟ السجاير العادية عشان يبان أضرارها خدنا عشرات السنين. يعني لو أنت سيادتك تشوفي القادة زمان وفي كل حتة كان في تدخين، طب ما كانش في تنويه إن هو مضر ممنوع لغاية من خمسينيات وبعد كده، وبان ضررها الكبير جدا في السجاير التقليدية ما بين سرطان الرئة وكسور في الشريان التاجي وذبحات صدريه. احنا بنقول وليه تحط نفسك في حاجه جديده وعمرها ما هتكون امنه، بدليل ان هي مثلا معظمها فيها نيكوتين والنيكوتين ليه اضراره، كلها فيها سوائل بروبيلين جليكول وجليسرين وفي نكهات بتضاف عليها، كل دوت بيبقى ليه تأثيرات على الصدر حتى على المحيطين. يعني احنا قابلتنا في العيادات حالات حساسية صدر من النكهات، وهو بيتعمدوا يحطوا الجليسرين عشان الشبوره اللي بتطلع، ده مش دخان عادي اللي بيطلع، بيطلع لو كنت سيادتك شفتيها مع حد يطلع شبوره كبيره جدا بتغري الشباب والمراهقين. اي دكتور، هل رصدنا فعلا اضرار السجاير دي للسجاير الالكترونيه ولا لسه؟ يعني حضرتك قلت انه عشرات السنين علشان نعرف اضرار السجاير العاديه، بس هل بيجي لحضراتكم في العيادات او في المستشفيات فعلا ناس طبعا عانت من اضرار انا بعينها؟ وزمايلي انا وزمايلي في ناس جولنا واشتكوا من اعراض صدريه، وانا النهارده كنت في مؤتمر الصدر في المنوفيه، وفعلا كان دكاتره الصدر يعني بينهم من بعض فعلا بقت حاجه ملحوظه، ابتدت تيجي العيادات المرضى نتيجه التدخين الالكتروني. لو في رساله عايز اقولها للشباب ان دوت مش بديل آمن عن التدخين. شركات السجاير، شركات التدخين الإلكتروني رصد مليارات مليارات الدولارات في الدعاية، ومجندة مئات الباحثين في الأبحاث اللي هي بتعملها، وهي طبعا أبحاث غير محايدة عشان تبين أن 95% من تأثير السجاير التقليدية مش موجود في التدخين الالكتروني. احنا بنقول المدخن احسن حاجه الاقناع، وبطل التدخين زي ما بطلته مثلا 16 ساعه متواصله في رمضان، بطله بدل ما تاخد حاجه لسه جديده واكيد اضرارها هتبان بالتدريج. يعني مفيش حاجة بديلة يا دكتور، اللي يوقف سجاير يوقفها خالص، لكن أي حاجة بديل ليه أضراره برضه والخطيرة جدا، واضح يعني بتؤدي للوفاة. هي يعني دلوقتي في حملة 100 مليون صحة في المرحلة الجديدة اهتمت
بمكافحة التدخين، وبقى في عيادات إقلاع عن التدخين، وبتقدم البدائل الآمنة بالمجان. إيه البدائل الآمنة يا فندم؟ زي مثلا اللي هي بدائل النيكوتين، في نيكوتين مضرة، وفي نيكوتين لزقة، وفي بعض الأدوية اللي بتساعد على الإقلاع عن التدخين، بس لازم تحت إشراف طبيب، ما تروحش الصيدلية وتقول أنا عايز الدواء اللي هو بيساعد على الإقلاع عن التدخين. الأدوية دي هتروح عيادات الإقلاع عن التدخين اللي وفرتها وزارة الصحة، وربنا يساعدك وتخلص من هذا الوباء الخطير. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور عصام غازي، استشاري الأمراض الصدرية.